تعمل شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمة فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بيأنت مع بنت واسكت؟ ممكن حضرتك جرحت مشاعري. والله ايوه، وممكن كمان يرفع عليك قضية تعويض بسبب الاضرار النفسية اللي سببتها له قدام زمايله. بس انا بقى اقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والاخ تامر المجروح عايز مني ايه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ اعتذر له وانا شايفه بانت مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجه عجيبه والله، مش فاهمه. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. ايه؟ هو مش بيحبها الحب ده. امال بيحبها حب ايه؟ يا ممكن علياء دي انتمتي. اعترف الواد اهو، ما انتم مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انتم مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمه انا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا انكل في النهايه ده قرارها هي. التربيه والاخلاق اهم مليون مره من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك، بس هم ما اجرموش يعني. لا يعيب الطالب او الطالبه انهم في قليل من الاحيان يقنتموا مع بعض. برضو ماشي، حقكم عليا، انا غلطان. حبيب قلبي يا عم، ربنا يخليك. خلاص في ايه يا جدعان؟ خلاص في ايه؟ خلاص في ايه؟ عامل ايه يا فنان؟ الحمد لله تمام. اطلب طلب؟ اؤمر. بوسه بس والنبي معلش. ماشي بس بالراحه. في ايه يا عم؟ هتبوسني في بقي؟ بحبك يا فنان. بتحبني تبوسني في بقي؟ امال اعمل ايه؟ ده كلام. واخبار بابا الزعيم ايه؟ بابا الزعيم؟ ايوه بابا الزعيم كويس الحمد لله. وزعيم عليكم في البيت برضو كده؟ زعيم في البيت علينا برضه. يا لهوي، ده انت تلاقيك مرمغ انت في العز، فلوس وياقوت ومرجان، احمد مرجان وجواري وكل حاجه. جواري وياقوت ومرجان؟ لو انت فاكرنا كفار ولا ايه؟ مش بابا الزعيم؟ ايه بابا الزعيم؟ مش بابا ولهب يعني؟ امال ايه يا فنان؟ ده انت الفنان يا فنان. الله يكرمك. امال فين يا فنان؟ فين ايه؟ فين البوليس والشرطه الكتير اللي معاك؟ انت شعرك عامل كده ليه؟ شعري كارته كارته عشان ابويا مش الزعيم. لا فكك بقى بالسكه الواطيه دي. بقول لك ايه؟ في حد بتاع شكمانات قريب؟ انا اقرب واحد ليه. اقرب واحد ليا في ايه؟ في الدنيا. في الدنيا؟ انا لسه عارفك دلوقتي. ايوه انا. انت ايه؟ انا بتاع شكمانات. انت بتاع شكمانات؟ انا شكمان اهو. طب اثبت لي كده اهو. ده انت عبيط بقى. طب فين الورشه؟ الورشه قدام، ده انا لسه فاتح ورشه دلوقتي. ورشه ايه؟ ورشه شكمانه. بتشكمن يعني؟ نروح نتشكمن انا وانت دلوقتي. اركب تشكمن. يلا بينا. هركب مع الفنان. يا الفنان اهو، الفنان اهو. الله يكرمك، ربنا يخليك. الله يكرمك، ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام، ربنا يخليك. خلاص يا خلاص يا خلاص يا خلاص يا فنان. خلاص يا امشي يا خلاص امشي يا خلاص. الله، مال العربيه عاديه يا فنان، امال في ايه؟ بقول لك ايه، لو حد سالك الورشه دي بتاعت مين هتقول له انا مش عايز غلط في الكلام. تمام يا ايمن، بس في الانجاز بقى عشان دي حاجه اكل عيش. ما هي في الانجاز، بس اتكل انت على الله وانا بغمزك بقرشين، ما تقلقش. تمام يا ايمن. يلا امشي، لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا اسطى؟ ايه يا اسطى؟ إيه؟ بقالي ساعه. هو ساعة كتير؟ ساعة كتير، أنا عندي ميعاد الله يكرمك. طب ما بعتش السواق ليه مدام قرفان كده؟ يا عم أنا ما عنديش سواق. أنت هتعمل لي غلبان يا باشا. النيلة السوق. أنا بنغير الشكمان يا باشا، في إيه؟ شكمان؟ الشكمان ورا أساساً، أنت بتعمل إيه قدام؟ ما إحنا بنجيبه من أوله بقى عشان نجيبه كله. الله، يعني هي اللوز بتتعمل من هنا؟ اللوز ما بتتعمل من هنا يا باشا. الله يا ولا. هي مفيش مخ ولا إيه؟ أنا حمار معلش. طب الطيارة بتاعتكم فين يا فنان؟ هيبقى عندي طيارة وأجي أصلح الشكمان عندك؟ ما أنت عندك طيارة، وأنت هتخبي؟ سايبها للمشاوير الطويلة. ماشي. العربية دي كام فولفو يا باشا؟ أنت حمار يالا ولا مالك؟ في إيه؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة يا باشا. ألو. أيوة يا لهفة، والله العظيم محمد إمام هنا النجم والله. لهفه اهو، محمد امام اهو. ها، ميرسي ايموني، ميرسي قوي قوي ايموني حبيبي، ربنا يخليك ليا. ما تسيبهوش غير لما انت ماضيه معاه. ميرسي ايموني محمد.
ازيك يا محمد؟ ازيك عامل ايه يا كابتن مصر؟ الحمد لله ربنا يخليك. مين؟ اخبارك ايه؟ انا لهفه اخت ايمن. اخت ايمن؟ ايوه. ده ايمن ده حبيبي. ربنا يخليك. ازيك يا لهفه؟ الحمد لله. حلو قوي اسمي. ميرسي ربنا يخليك. حلو قوي قوي قوي. ميرسي ميرسي. عايزه اقول لك ان ايموني بيعزك جدا جدا جدا. ده ايموني ده عسل والله. والله العظيم ده ايموني ده اجدع واحد انا قابلته هنا. اول ما قال لي ان انت هنا جيت جري. ده حظي الحلو بجد. ربنا يخليك. ربنا والله ربنا يخليك انت. اوعى تفتكر ان انا معجبه وجايه اقتحم خصوصيتك وكده. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ لا انا زميله، انا فنانه بجد. اه والله انا زميله. والله اه. ايه بتمثلي ولا بتعملي ايه؟ اه بمثل. ما انا افتكرتك. انا افتكرتك. اه لفحه. لهفه. لهفه ايوه. حلو قوي. بجد افتكرتك. انت عملتي دور حلو قوي في ما تساعديني كده. لا بس عملت ادوار كتير انا نفسي مش فاكراها. مش مهم والله بجد. مش مهم. المهم بابا الزعيم عامل ايه؟ برضو اه بابا الزعيم كويس الحمد لله. ربنا يخليه لنا يا رب ويديله الصحه. زعيم برضك في البيت عليكم وكده؟ اه ده انتوا اخوات رسمي بقى. ايموني قالك نفس الكلام؟ ايموني ده طلع عيني من ساعه ما جيت وسابني. انت اخبار بابا ايه؟ الحمد لله. انت تعرف بابا؟ لا بس مسيري هعرفه ان شاء الله. بابا على فكره فنان بجد؟ اسمه الحلواني. اه الحلواني. اه هو من نفس جيل بابا. لا اه والله بابا الزعيم. ايوه بجد. أوه. عارفه يا لفحه؟ لهفه. لهفه. اسمي لهفه. حلو قوي. حلو قوي. لهفه جديد. انتي عملتي ادوار ايه قبل كده؟ عملتي ادوار شعبي؟ والله انا لو عملت شعبي هبقى بغير جلدي خالص، يعني هبقى بعمل حاجه الناس مش متوقعاها مني، بس مفيش مشكله اعمل شعبي طبعا. هو تغيير الجلد مطلوب، يعني بتلبسي جلابيه وكده؟ اه طبعا البس جلابيه مفيش مشكله عادي خالص. تلبسي بدله رقص؟ ايه والله دي محتاجه شويه تفكير، بس ممكن البس يعني اصل دور الراقصه برضك ده يعني تالنت بيبقى فيه. بتعرفي ترقصي اصلا؟ اه انا فنانه شامله، انا بمثل وبغني وبرقص بعمل كل حاجه، انا نيلي وشريهان الجايين. تعرفي تطبخي؟ والله الطبيخ انا يعني اصل خالته هي اللي معلماني طبيخ وخالته فاشله يعني بجد. بجد والله. هو الفيلم فيه طبيخ؟ لا في الشقه. الفيلم يعني ايه في الشقه؟ اه لا يعني الفيلم اسمه الشقه. الفيلم اسمه الشقه. اه اسمه الشقه. اه ومش عارف كده شايفك في دور معايا. ربنا يخليك. اهم حاجه يا محمد دي احلى حاجه بقى انت قلتها. ليه؟ قول لي ليه. ليه يا لف؟ لان انا بجد اكتر واحده احس بيك في البوينت دي. قول يا لف. بجد لان انا برضو قعدت وقت طويل جدا عشان اطلع من العباءه بتاعت بابا. انت نفس الشيء برضك قعدت وقت طويل عشان تثبت للناس نفسك وتطلع من العباءه بتاعت بابا. صح. فهم؟ صح. فما تيجي تعمل فيلم ما تعملش فيلم كله شباب، لازم يبقى معاك بنت تسندك. العنصر النسائي مهم جدا. عارفه يا لهفه؟ ايوه. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ في ايه؟ لا في ايه بقى؟ لا لا سيب ايموني ينطلق بجد، يعني العربيه بتاعتك في ايد امينه، في ايد ايموني. انطلق يا ايموني. والله بجد ايموني ممكن يعمل لك اي حاجه انت عايزها. احنا اصلا عيلتنا كلها هتعمل لكم اي حاجه انتوا عايزينها. ربنا يخليك. لو الزعيم شخصيا عايز حاجه ممكن يجي نسيق لكم ونرسل لكم اي حاجه. لا 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 انت زميله ما ينفعش تقولي كده يعني. ميرسي ربنا يخليك. اتكل انت على الله روح. ميرسي قوي. متشكره قوي قوي. ما تيجي اي حته. يعني ايه؟ يعني ايه صحيح؟ لا انا قصدي يعني ما تيجي تعملي كاستنج للفيلم اللي انا داخله. خلاص اوكي مفيش مشكله. اني تايم كلمني اجي اعمل كاستنج. 2 بالليل. 2 بالليل؟ لا عشان بيبقى يعني ايه بيبقى الخفه الزحمه خفت وبيبقى إيه عشان نعرف اعمل لك كاستنج صح. لا مفيش مشكله خالص في المواعيد، يعني احنا عيله اوبن مايند جدا. انت هتبقي نجمه يا لهفه والله العظيم. لا واسمك حلو قوي كمان لهفه جديد في لهفه. ايه؟ لهفه. حلوة قوي. شكرا. لهفة. أيوة. حلوة قوي قوي. ناخد سيلفي بقى يا محمد. يلا يلا. هانيا هانيا انتوا بابا يخرب بيتكم. انا عرفت. ايوه في واحد مأذون حي هنا دلوقتي. ايوه طمبي. اه يومين ثلاثة ويجي نفس المأذون. ايوه طمبي. اه وخلاص. دي البطيخة. بطيخة ايه يا سعيد؟ مش بتقولي فزورة حضرتك؟ زورتين. امال ايه؟ أنا شفتك في الفوازير على فكرة. وزير ايه؟ وزير فوزير رمضان في التلفزيون كانت ألف ليلة وليلة بينهم زمان مش دلوقتي. انت ايه اللي شغالك في الحاجات دي؟ مش فاهم. هشتغل يعني اشتغل في محمد رسول الله. ليه؟
كان اسمك ايه؟ الملك بعجورة باين. بعجورة؟ بعجورة. مش بعجورة. انت بيبقوا ليكوا اسامي عجيبة كده. انت كان اسمك الملك ايه؟ قول على مسؤوليتي ما تخافش. ملك ايه؟ كهلان. وفرحان قوي. ملك كهلان. مش كهل واحد، اثنين. سيد. نعم. نعم. طب اروح؟ روح فين؟ طب حواد وش الناحيه دي وقول انت. اهلا وسهلا، انتوا قاعدين كده ليه؟ انتوا مستنيين تحلقوا ولا ايه؟ زي اللي قاعدين عند الحلاق. يلا شد حيلك اهو.